تواصلت فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55 وسط إقبال جماهيري كبير. وتأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل بتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب. بإقبال تجاوز 1 مليون زائر تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 والتي تقام على مساحة 80,000 متر مربع بإجمالي 5 صالات وبمشاركة 1,200 دار نشر من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم. السنة دي سنة مثمرة جدا وفي إصدارات كتير جديدة، وعندنا السنة دي 56 عنوان تقريبا جداد، يعني نتمنى معرض موفق للجميع. بشارك في معرض الكتاب ككاتبة بكتاب اسمه كل ما تبقى يقال، عبارة عن مجموعة من النصوص ومجموعة من الفصول، كل فصل بيتكلم عن حاجة معينة أو مختلفة عن التانية. ده تالت عام على التوالي أشارك، ترجمت كتب إنجليزية ثلاثية ولويس كارول وترجمت لديكنز، والسنة دي الحمد لله ترجمت قصة صينية وموسوعة صينية. أنا بشارك من 2016 كل سنة على التوالي، وشايف يعني سنة من بعد سنة بيحصل تطور في كل حاجة. تاني مشاركة ليا، وفكرة العمل اللي أنا بقدمه هو قصة يعني تاريخية رومانسية بتحكي عن الملكة حتشبسوت. برنامج ثقافي متنوع ضمن فعاليات المعرض يعبر عن الهوية المصرية، ويضم أكثر من 500 فعالية ثقافية تقدم في 7 قاعات رئيسية. ومن بين الفعاليات الندوة التي أقامتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن دور الصحافة والإعلام والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الحرب. أعتقد أن الحضور بيؤكد أن القضية الفلسطينية في وجدان وضمير كل مصري، هذه القضية التي دفعت مصر من عبر التاريخ الكثير من الشهداء والكثير من الدماء والكثير من الأموال من أجل هذه القضية. معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته دي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن من القاهرة يعني ترتوي كافة الثقافات العربية. معرض القاهرة الدولي هذا العام أول مرة في تاريخه يفسح هذا المجال لندوات خاصة بدولة معينة بخلاف ضيف الشرف، هذا الذي نتوقعه دوما من مصر. لذلك كما رأيتم اليوم هناك ندوة متخصصة، واليوم 5 فبراير هناك العديد من الندوات حول القضية الفلسطينية. نصنع المعرفة نصون الكلمة، شعار رفعه معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 تأكيدا على ريادة مصر الحضارية والثقافية، بما يرسخ مكانة المعرض كأحد ركائز الصناعات والمشروعات الثقافية. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.